وبالفقرة الأخيرة، ومثل ما بنحاول دائما سلمى يكون في ثقافة قانونية عند الجميع ولو ببعض المصطلحات اللي ممكن تفيدنا، ويكون عندنا أسئلة واستفسارات حولها. اليوم رح نتعرف سوا على ماذا تعني الوكالات العامة والخاصة وعقود البيع أيضا. كل الأسئلة رح جاوبنا عليها الأستاذ المحامي مصطفى مليحان. يسعد لي صباحك أستاذ، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك ونجوم كافة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش، ما هي الوكالة وأنواعها؟ هلأ، الوكالة هي تفويض من شخص يسمى الموكل إلى شخص آخر يسمى الوكيل للقيام بعمل قانوني معين، وقد يكون هذا العمل مأجور أو قد يكون غير مأجور. أما أنواع الوكالات اليوم عندنا نحن، إما وكالة عامة أو وكالة خاصة ومقيدة. فالوكالة العامة اليوم نحن اللي نستعملها، ممكن نستعملها للقيام تفويض الشخص للقيام بكافة الأعمال القانونية من بيع وشراء واستئجار وغيرها. وممكن نحن نستعمل وكالة خاصة تكون بموضوع معين، يعني ممكن تكون هذه الوكالة هي خاصة مثلا لبيع عقار معين أو شراء عقار أو استئجار عقار أو إيجار العقار، أو قد تكون مقيدة كمان بموضوع معين، الزواج أو الطلاق أو القيام بأعمال شرعية. فهدول الوكالات إنما بتكون إما عامة أو خاصة. نعم، هل يمكن أن تكون الوكالة غير قابلة للعزل أو لا؟ تمام، هلأ الوكالة الغير قابلة للعزل بتكون خاصة، لا يمكن أن تكون عامة. يعني حتى لو نذكر بالوكالة العامة أنه هي غير قابلة للعزل، هذا من باب التزايد مو أكثر، فهي لا يعتد بها، يعتبر هذا الشرط غير صحيح. وهي بتكون الوكالة دائما غير قابلة للعزل هي فقط بالوكالات الخاصة اللي بتتعلق بالبيع، يعني بيكون محطوط رقم العقار ورقم مساحته واسم المنطقة، فهي بتعتبر وكالة بيع منجز، بعكس مثلا العامة لا يجوز أن تكون غير قابلة للعزل. طيب خلينا نحكي اليوم عن العلاقة بين الموكل والوكيل. شو ممكن يكون مسؤول الموكل عن أضرار ممكن تصيب الوكيل أو لا؟ خلينا نحكي هاي التفاصيل العلاقة بيناتهم. هلأ دائما الوكيل هو بيلتزم بحدود وكالته، ولازم ما يطلع منها أبدا، ما يطلع من حدود هاي الوكالة ولا يتجاوزها. فهو إذا موكل مثلا بموضوع فراغ مثلا بيع، أو مثلا محامي موكل بموضوع مثلا يفرغ العقار لشخص معين، فهو ملزم أنه يفرغه لهذا الشخص وما يفرغه لشخص آخر، فهو ملزم بهي الوكالة. وممكن أحيانا واحد يتساوله وكالة عامة، فهذا الشخص اللي مثلا الوكيل اللي بيكون معه وكالة عامة، فهو طبعا مقيد بتوجيهات الموكل، فبيجوز مثلا يفرغ عقار لشخص ما يكون مثلا الموكل قايل له عليه، لأنه هون يعتبر هون تجاوز حدود الوكالة، وهون بده يلجأ أنه يرفع دعوة تنصل ويثبتها وتبلش إجراءات محاكمة حتى يلغي هذا الإجراء اللي قام فيه الوكيل. نعم، كيف تنتهي الوكالة أستاذ؟ خبرنا اليوم كيف تنتهي الوكالة. مثل ما حكينا ممكن يكون الشخص ببعض الأحيان يمكن أساء التعامل بهي الوكالة أو قام بعمليات حتى نصب أو احتيال على الشخص اللي آمن أو أمن على مصاري أو على أملاكه، فهون كيف بيقدر الشخص أنه يسترجع هي الأملاك أو لا هي قانونيا صحيحة؟ هلأ ممكن شخص يساوي لشخص وكالة بأمر معين مثلا لبيع عقار معين، فيجي مثلا اليوم سواها الوكالة، ثاني يوم يقوم هذا الموكل بعزله، فيجي مثلا ثالث يوم هذا الوكيل بإقرار البيع لشخص ثالث أو شخص مثلا الشاري، فبيجي مثلا الموكل بيقول له أنا بس عزلتك ثاني يوم. تمام، فهون العلاقة هون بيت أنه قائمة، يعني المبيع يعتبر صحيح لأنه هو ما بلغ الموكل أنه تم عزله، فلازم يوصل لعلم الموكل يثبت بكافة الطرق أنه تم تبليغ الوكيل أنه تم عزله بالوكالة، ولا لا يعتبر البيع نافذ. وممكن هون ساعتها أنه إذا بده يلغي الوكالة، الوكالة بتنتهي، لأنه هي الوكالة إما بتكون لأجل معين مثلا هي
عمل له اياها لغرض معين، فهو اذا ادى هذا الغرض انتهت الوكاله، وممكن الشخص يساوي وكاله لشخص ثالث مدتها 3 اشهر وبعد 3 اشهر تنتهي، وممكن تكون بالعزل انه مثلا اول وكيل او الموكل يعتزلها او بوفاه الوكيل او الموكل، ولكن في حاله استثنائيه اللي هي ممكن الشخص الوكيل يقوم بتوكيل شخص ثاني بموجب الوكاله اللي معه ليقوم بنفس العمل اللي هو موكل فيه، فهذا الشخص اللي ساوى الوكاله لشخص ثاني فممكن يتوفى، فهون بتعتبر الوكاله ما زالت ساريه بحق الوكيل الثاني والموكل الاولاني اللي هو ساوى له الوكاله. طيب في حاله هي الحالات يمكن اغلبها على الوكالات الخاصه عم نحكي، طيب الوكالات العامه اللي هي بيقول لك انا عامل توكيل عام مثلا لشخص من عندي هو معني انه يدير كل شيء بخصني، هي شو الاحكام تبعت الوكاله العامه؟ امتى بتصير باطله؟ تمام، هلا الوكاله العامه هي تفويض من شخص، تفويض عام ليقوم بكافه الاعمال القانونيه اللي يقوم بها الوكيل. فهون ما بيحسن يعني انه شخص يتنصل منه الا اذا بده يثبت انه انا ما قمت بتوكيل هذا الشخص او ما طلبت من هذا الشخص انه يقوم بهذا العمل. فهو مثلا مثل ما حكينا يكون واحد معه وكاله عامه فيكون يقوم بفراغ مثلا عقار او الاقرار لشخص امام المحكمه بهذا العقار، فهو اذا قرر بهذا العقار بدون ما يكون قايل له الموكل، فبيقدر الموكل هون يرفع دعوة تنصل ويلغي هذا الإجراء، فبده يثبت هذا الشيء يعني بالمحكمة إنه هو ما طلب منه هذا الموضوع. نعم، طيب أستاذ مصطفى اليوم نصائح أخيرة بتحب توجهها لكل شخص ممكن ما عنده مشكلة معينة أو عمل ما أو غير قادر حتى على إدارة أملاكه أو بيعه بتوكيل محامي، شو النصائح بتحب توجهها لحتى يمكن يحمي حاله من أي عمليات احتيال ممكن يتعرض لها؟ تمام، هلا نحن دائما لما نسوي وكالة يعني عامة بدنا نسويها لشخص نعرفه، شخص نثق فيه، يعني أكيد ما راح نسوي وكالة عامة نرهن كل حياتنا وكل املاكنا وكل شيء بنملكه بايد شخص يعني نحن ما لنا ثقه فيه، لانه الوكاله العامه ممكن هذا الشخص يبيع لك كل املاكك، وممكن هذا الشخص يشتري عقار يكون عليه مشاكل او عليه مثلا جرم معين ويورطه للموكل فيه. فدائما النصيحه دائما الاساسيه انك انت ما تساوي لشخص وكاله تكون تثق بهذا الشخص بتعرفه، أو أنت إذا ما بتعرفه فدائما الوكالة الخاصة هي الأفضل، بتوكل أنت بموضوع معين بيقوم بهذا الموضوع وبتنتهي الوكالة. فالوكالة العامة كثير هي خطيرة وكثير يعني يجب الحد منها من الأشخاص يعني اللي ما بتعرفوه. نعم أكيد. طيب قبل ما نختم كمان أستاذ خلينا هيك سريعا، اليوم في كثير أشخاص بيلجأوا للوكالة بيكون شخص برات البلد وشخص داخل البلد وصارت هاي القصة خلال الحرب، شو الشروط اللي لازم تتوافر؟ تمام، هلا ممكن هلا شخص يكون برات البلد بده يشتري عقار أو بده يبيع عقار، فهو أول شيء بيلجأ للسفارة الموجودة برا، فبيقوم بتنظيم الوكالة بالسفارة السورية، بيحط رقم العقار والتفويضات يعني محددة إنه هي بالبيع والفراغ والإقرار والإسقاط، بحطهم كلياتهم وبيبعتها من السفارة السورية لهون لعند شخص من النهاية حكيناها انه بده يكون بيثق فيه، او ممكن انه هو حتى اذا مثلا شخص بايع هذا العقار فهو مثلا بده يفرغ له اياه، فهو مثلا ما عنده ثقة بالشخص اللي بده يوكله ممكن انه هو يذكر بالوكالة نفسها اسم الشخص انه مثلا تفرغ العقار لاسم فلان فلان، فهون قيدت الوكالة وصارت مقيدة بالفراغ حصرا لهذا الشخص، يعني فما عاد يحسن يعني يتنصل منه أو يتجاوز الوكيل هاي الوكالة، وخاصة يعني ممكن هلا يعني أحيانا هلا هدول بالبيع بس ممكن أحيانا بالدعاوى الشرعية، فممكن أحيانا واحد يكون غائب ممكن يتساوى له كمان وكالة عن غائب ومثلا يكون أبوه أو أخوه أو كذا ويرفعوا دعوة تثبيت الزواج بموجب وكالة غائب، يعني ما يكون حدا مثلا يبعث وكاله برا يمكن شخص يقيم معامله يقوم فيها ان وكاله عن غائب ويقروا بالزواج. نعم، فاي اذا كان مثلا واحد برا مثلا اذا ما بده يلجا يساوي وكاله.
أكيد نشكرك أستاذ مصطفى على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، شكرا كثير لك وبيتمنى لك بقية نهار حلو. شكرا لكم كافة المشاهدين، شكرا لكم كافة.